اهلا بحضراتكم في قعده جديده من قعده مسلسلات برنامجنا اللي بدا مع بدايه شهر رمضان واللي بنتابع فيه وبنتناقش في كل الاعمال الرمضانيه الدراميه. ازيك يا ساره؟ ازيك يا جماعه؟ عامله ايه؟ الدراميه شويه علقت في بقي معلش. يعني من اول رمضان عمالين نتكلم عن المسلسلات وكده فخلاص. ايه لسه بتتابعي نفس مسلسلاتك ولا نقلتي على مسلسلات تانية؟ بص انا من اول يوم يا جمال وانا الحماس زي ما هو ما بيتغيرش معايا، بالذات يعني في كذا مسلسل الحماس عمال بيعلى 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 وعايزه اعرف النهايات. في ايه بقى مسلسلات ايه؟ جعفر العمدة يا جمال والحالة اللي عاملها في البيوت والقهاوي، يعني متهيألي لما محمد رمضان يعرف دلال وكل اللي عملته احنا مستنيين رد فعل قوي قوي قوي. هو المسلسل عامل حالة شغف عند الناس كلها، مفيش حد ما بيتفرجش على المسلسل. اعتقد ان حتى كان محمد رمضان نفسه طلع صرح قال ان العدد اللي بيتفرج على المسلسل حتى تجاوز الشعب المصري، الشعوب العربية نفسها كمان بقت تتابع المسلسل. فانا شايف ان ده نجاح كبير جدا للدراما المصرية، ولان الدراما المصرية هي صناعة، فالصناعة بتاعتنا دي لما تنتشر برا مصر ده معناها نجاح للمنتج المصري، وده اللي احنا دايما بنتمناه وعايزينه ان هو يفضل موجود، ان المسلسل المصري زي ما كان هو رقم واحد او نمبر وان بطريقة محمد رمضان يفضل المسلسل المصري هو نمبر وان في المنطقة العربية. فاعتقد ان في اكتر من مسلسل السنة دي في الموسم عملوا ده ومحققين نسبة مشاهدة عالية جدا، منهم جعفر العمدة رغم الكتير من الجدل الموجود على السوشيال ميديا والانتقادات اللي ناس كتير بتنتقده في فكرة ان ابنه جنبه بس هو بيدور عليه، يعني حتى في كده حاجات، بس عايز اقولك ان الحاجات دي هي اللي مخليه في جدل ومخليه الناس بتتابع وبتتفرج على المسلسل. حلقة مشهد امبارح المعلقة والكوباية، اول لما المشهد بس اتزع على التلفزيون كل السوشيال ميديا قعدت بقى الكوميكس والهزار والحاجات اللذيذة اللي بتحصل على السوشيال ميديا، الفيسبوك وتويتر وانستجرام، وقعدوا يقولوا محمد سامي عامل يعني دي ان اي جديد بلطافة بالمعلقة يعني. بس يعني مكسر الدنيا على اليوتيوب. هو خلي بالك كمان دلوقتي الجدل اكتر لكل المشاهدين اللي بيتابعوا المسلسل، الناس اللي على السوشيال ميديا، على فكره نهايه المسلسل هتكون ايه. هو ده دلوقتي اللي الناس كلها بتتكلم عنه، عايزين يوصلوا لفكره النهايه، وناس بقى تتوقع نهايات وناس تكتب نهايات في بوستات. فانت تتوقعي ايه النهايه؟ انا لسه كنت هسالك السؤال ده. بصي يا جمال، لو النهايه مش سعيده انا بالنسبه لي هيبقى المسلسل هتضايق منه جدا وهبقى متنرفزه قوي. يعني انا حاطاه في دماغي ان هو هيعيشوا كلهم نهايه سعيده، هيسلم دلال بايده للشرطه يعني بقى تتحاكم على افعالها وجرائمها اللي عاملاها في حق كلهم، ويعيش بقى احمد داش معاهم ابنه سيف في المسلسل ومعاه مي كساب سوريا، وتبقى نهايه سعيده. دلال تعمل ايه؟ مين دلال؟ في السجن. في السجن او تموت حق يعني، خلاص بقى نخلص منها. طب والتانية اللي هي بنت فتوح احمد اسمها وداد؟ وداد دي يعني انا شاكة ان هو في حاجة تركة كده هتحصل في المسلسل، ان فلوسها الخمسة مليون اللي واخدهم من سيد هتخسرهم كلهم. هي خلص امبارح ان في واحد جابته عندها في البيت كده، وما سمع كلمة الخمسة مليون يعني لمعت تقريبا هينصب عليها، هيسرقها، هيعمل حاجة. ايه ان مين ورا كل مين ده؟ صفصف. ورب معنى ايه صفصف؟ يعني هي هتكون زقه عليهم، زقه على وداد، الراجلين دولت اللي ياخدوا منها الفلوس كلها. فعلا صفصف تعمل كده؟ انا شاكه في كده، وانها وترجع حق سيد. ممكن. ايه رايك في النهايتين اللي انا رسمهم مع نفسي؟ بالتحديد مفيهوش توقعات، لان الناس بتتوقع حاجه بيلاقوا حاجه ثانيه، وده مفتوحة. انا شايفه ان هو يعني جزء من نجاح المسلسل، ان فعلا هو التوقعات فيه مش محتمله، يعني انت ممكن تتوقع حاجه تلاقي المخرج محمد سامي عامل حاجه مختلفه خالص عن اللي انت بتتوقعه. بس المسلسل زي ما قلت لك هو عامل حاله جدل حلوه جدا بين الناس، ناس كلها بتتفرج عليه. انا حتى لما اكون معزوم عند ناس قرايبي او عند ناس اصحابي بلاقيه يقول لك ايه افتح جعفر تحس ان نتفرج كلنا على ماتش كوره ومستنيين بقى، والتشجيع الجون هيجي امتى، الحماس. واللي عاجبني بقى ان هو بيجي ساعه المغرب على الدي ام سي، فالناس كلها بتفتح تتفرج عليها، ما بقوش يروحوا يتفرجوا على البرنامج المقالب اللي كان دايما الناس بتقعد تتفرج عليه. ده عجبني جدا ان هو قضى على البرنامج ده خلاص، اداله الضربه القاضيه السنه دي في الموسم. ده احسن حاجه، فدي حاجه كويسه.
لكن انا عايز اقول لك ان في بقى برضو دلوقتي بدا مسلسل منى زكي برضو يعمل جدل كبير جدا على السوشيال ميديا، لان المسلسل ده انا شايفه ان هو من افضل المسلسلات في حته التكامل، التكامل في كل العناصر بتاعته، كسيناريو مكتوب بشكل جيد جدا وبيناقش قضيه مهمه جدا، كتصوير رائع، كموسيقى تصويريه معبره جدا وبتخليك انك انت تتفاعل مع الاحداث اللي بتحصل ومشاعرك كلها تبقى مع الابطال. الموسيقى فعلا جزء مهم جدا في المسلسل ده، هتلاقي المونتاج معمول كويس، الملابس اللي عاملاها ريمي العدل هايله هايله هايله، اداء الممثلين بقى يعني ما يعني بص ما فيهوش واحد تقدر تقول عليه في المسلسل ده اداء وحش، حتى الاطفال يعني شفتوا انها مع بعض الاطفال في المسلسل ده هم يعني تحس انهم متخرجين من معهد الفنون المسرحيه، يعني كانهم درسوا معهد الفنون المسرحيه وتخرجوا مع انهم يعني اطفال، بس يعني تعبيراتهم ده طبعا نجاح للمخرج محمد شاكر خضير ان هو قدر ان هو يدير الاطفال هذه الاداره الناجحه، وقدر يطلع منهم ويخلوهم ان هم يمثلوا زيهم زي اي ممثل يعني غول. كمان المسلسل بيعمل حاجه انا شايفها متفرده جدا، ان هو دايما قبل الحلقه ما تبدا بيجيب لقطه تاسيسيه بيجيب لك فيها حاجه من ذكريات منى زكي من الفلاش باك بتاعها القديم، وبتبقى ليها علاقه بالحلقه، يعني في ربط بينها وما بين الحلقه، يعني مثلا يجيب لك الولد ان هو هرب مره منها وكان راح يشتغل مع جده في الورشه وهي قاعده تدور عليه وما راحش المدرسه وما اعرفش في الحلقه نفسها بقى اللي هي اللي في الوقت اللي بتحصل فيه الحدث بتاعها برضو الولد هرب منها وكان عايز يروح لجده وركب القطر وكلم عمه اللي هو دياب وكان هياخده، فعاملين يعني المشاهد اللي هي فلاش باك دي بيجيبوها في الاول لقطات تاسيسيه حلوه جدا بتربط ما بين كل حلقه بشكل بتخليك انت فعلا تحس ان المسلسل ده يعني متخدم عليه كويس في كل العناصر بتاعته، كل حاجه مفيش حاجه ناقصاه. المسلسل ده كمان نفسي ينتهي نهايه سعيده، يعني بجد ما تبقى كفايه النكد ال 15 حلقه اللي هو ده. انت بتحب النهايات السعيده شكلك؟ قوي. بس مش شرط على فكره، اصل الحياه ما فيهاش نهايات سعيده، يعني بس يعني في نهايات سعيده في الفن، لكن ممكن في الحياه ما تلاقيش نهايات سعيده في قصص كتير وفي حوادث كتيره، مش شرط يبقى الخير ينتصر والشر هو اللي ينهزم. طول ما الواحد بيتعلق بمسلسل قوي وبيعيش معاهم بتحس ان هو لا لازم الابطال ينهوا نهايه سعيده، لكن لو نهوا نهايه غير اللي انت متوقعها بتبقى متضايق. انت تشوفي بقى حرب بتتابعيه كويس برضو؟ ده كمان ده بقى مستنيه اعرف ايه اللي هيحصل في احمد السقا يا جمال، والحاله اللي عاملها فراج والسقا، وان هو اول مره نشوف السقا دموي كده عنيف قوي كده، دايما طول الوقت بنشوفه ضابط شجاع بيجيب الحق، دلوقتي مغير 180 درجه. هو ممثل، انا شايف ان الممثل ببقى عايزه اضرب شاشه التلفزيون، يعني لازم ينوع من ادواره، يعني مش شرط يبقى احمد السقا في كل ادواره بيطلع الشهم الجدع ابن البلد اللي بيجيب حق الغلابه اللي بتحبوا البنات، لا يغير يعني يعمل مره دور، زي مثلا ما شفنا نجوم كتير، بتلاقي مثلا نجوم حتى مصريين محمود المليجي كمثال، يعني شوف محمود المليجي عمل ادوار شر قد ايه، فجاه عمل في فيلم الارض دور الفلاح الطيب اللي بيحافظ على ارضه، عمل في مسلسل ايوب مع عمر الشريف شخصيه تانية، يعني بدا ينوع في الادوار بتاعته اللي كان بيعملها. تلاقي برضو مثلا احمد زكي تلاقيه منوع جدا، مش كل الادوار اللي فيها كان بيطلع يعني بنفس الكاركتر اللي قدمه، يعني ان يبقى على طول خير. شايف دايما بس ممكن الناس مش متقبله من السقا ان هو يبقى دموي وعنيف بقى ورئيس جماعه ارهابيه. فعلا عامل دور صعب، لان ده قتل كل الناس، اي حد يشوفه بيقتل، ده قتل اخته. انا مستنيه برضو يعني دي مستنيه اشوف فراد هيعمل ايه في السقا الايام اللي جايه. بس انا كل ما بتفرج على المسلسل ده هو او المسلسل اللي خلص الكتيبه 101، ان بحمد ربنا وبقول احنا بنشكر بجد الاجهزه الامنيه القويه اللي عندنا اللي بيقدروا ان هم يمنعوا عننا البلاوي دي. يعني انت شوفي في حلقه يعني قال جمله خطيره جدا انا خدت بالي منها، لما بيقول له انت ليه عايز تصنع كل الصواريخ دي؟ قال له علشان اللعبه لازم تبقى جيش قصاد جيش. فالجمله دي كانت جمله خطيره جدا ومحوريه في المسلسل، ان هو بيقول لك ان هو عايز يعمل جيش موازي للجيش داخل الدوله،
فالحمد لله ان الاعمال دي بتكشف لناس كتير حقائق هم ما كانوش يعرفوها عن اللي كان هيحصل او السيناريوهات اللي كانت ممكن تحصل في بلدنا. فالمسلسل مهم جدا في كمية المعلومات اللي بيقدمها وبيكشف خيوط كتيره جدا وخبايا احنا ما كناش بنعرفها وتوقيته، وكمان ايقاعه سريع وحلو كمان من الناحيه الفنيه. بقى لو بنتكلم عن الناحيه الفنيه، الايقاع بتاعه سريع وعشر حلقات يعني خلاص هيخلصوا بسرعه. احنا نتكلم ناقص لنا اربع حلقات. والجميل فيه برضو احمد محمد فراج واحمد سعيد عبد الغني، عاملين شخصيه الضباط في الامن الوطني بشكل رائع جدا، وعاملين نموذج جيد جدا فعلا الوطنيه اللي موجوده عند كل يعني فرد من افراد الشعب المصري او حد من افراد الجيش المصري او اي جهاز امني، اللي هو الوطنيه وبيضحي بامره. ويمكن امبارح كان في مشهد ماساوي جدا انا اتاثرت بيه في الحلقه، وهو قتل اللواء اغتياله قدام ولاده. يعني ده جزء من اللي كان بيحصل، وان الناس دول ضحوا ازاي بارواحهم علشان بتاع. فالمسلسل برضو حلو وعامل يعني تأثير كبير جدا مع الناس. نروح فين تاني ولا نختم زي ما انت عايز؟ عم بتقالي كده كفايه، يعني احنا اتكلمنا عن يعني ثلاث مسلسلات بالزبط. كويسين، علشان ندي فرصه لبكره وبعده نتكلم عن المسلسلات. احنا لسه هنتكلم في العيد كمان، لان المسلسلات مكمله معنا في العيد بالظبط. فشكرا لحضراتكم كل متابعي تلفزيون اليوم السابع وقعده مسلسلات على حسن المتابعه، وانتظرونا في قعدات اخرى في الايام القادمه.